ما زالت صناديق عدادات المياه هذه متوقفة ولا تعمل منذ التسعينيات، حيث يعاني أهالي منطقة بدر من عدم وجود خطوط مياه لمنازلهم، الأمر الذي أجبرهم على شراء المياه من الآبار الجوفية الموجودة في المزارع، وذلك عن طريق صهاريج نقل المياه في المنطقة. حم المسؤولين، وين المسؤولين من الكلام هذا اللي يشوفوا فيه؟ المشاهد اللي يشوفوا فيها، نشوف فيها صورته كيف قدامه قمامة ومهمل ويعتبر معطل خارج الخدمة، ونامن المسؤولين إيصال المياه لمنطقة بدر وإصلاح المشروع المياه في بدر. خزانات أكل عليها الدهر وشرب، وغمرتها القمامة وتهالكت وتكدست في أنابيبها الرمال، وسئم المواطنون من تردي الحال واستمرار هذه المعاناة التي لم تنتهي ولم تجد آذانا صاغية لحلحلتها، مناشدين المسؤولين أن يجدوا حلا سريعا لمشكلتهم.